هاي ده الكود 10.03 كان في حد طلب مني ان انا اكمل الكلام عنه علشان هو مش موجود كله في الـ RBT handbook او في الـ RBT code of ethics. كان في فيديو عملته عن كل الكودز اللي ذكروها للـ RBTs، وفي الاخر الكودز مذكور 10.3 ومطالبين ان احنا refer back أو نبص على الـ Board Certified Behavior Analyst Code of Ethics. يعني فهو موجود في الحاجتين، في الناحيتين، في الـ RBT والـ BCBA، بس مش موجود كله في الـ RBT. فطالبين مننا أو طالبين من أي RBT يرجع للـ Code of Ethics بتاع الـ Behavior Analysts اللي هو قدامي دلوقتي ده، وده موجود في الـ Board Site، اسمه BACB Compliance Code of Ethics. اوكي سو ليتس توك اباوت ات، يعني نتكلم عليه دلوقتي. هو يعني بيتكلم عن حاجات غالبا اغلبنا عارفينها، الكونفيدنشاليتي والبي اي سي بي انتلكتشوال بروبرتي، يعني الحاجات اللي بتطلعها البورد نفسها. طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا ما ينفعش نتكلم عن الكلاينتس بتوعنا في البابليك، ما ينفعش ناخد شغل بي سي بي اي ونحطه ان هو شغلنا او ان احنا نستعمله من غير ما ناخد بيرميشن من البي سي بي اي. ده هي نفس الفكرة، ان انت ما ينفعش تاخد حاجة البورد حطها وتقول انها بتاعتك انت، وفي الحقيقة ان البورد هي اللي حطها. فطبعا البورد ليهم حقوقهم في الممتلكات بتاعة الشغل بتاعهم وورقهم والدوكيمنتس بتاعتهم. فاي هنا بيتكلموا عن البي اي سي بي لوجو، فما ينفعش تاخد اللوجو بتاع البي سي بي اي وتقول مثلا تحطه على شغلك او بداية برزنتيشن على ان مثلا البورد هي اللي مطلع الشغل ده. لا، ده شغلك انت، فما ينفعش تنسب شغلك للبورد. عشان كده البورد بتطلب مننا في مثلا 40 ساعة او ترينينجز تانية ان احنا نبتدي نقول ان الترينينج ده ملوش دعوة بالبورد. فنفس الفكرة، ان احنا ما ينفعش ناخد حاجات البورد نقول هي بتاعتنا، ان وحاجاتنا ما ينفعش تقول ان هي تبع البورد. اوكي، كل واحد ليه حاجته، وكده يعني نقدر نبقى confidential في الشغل بتاعنا. نفس الحكاية في اللوجز التانية، لو انت واحد بتدي continuing education credits اللي هو الـ ACE، ده في لوجو بيتبعت لكل شخص، يعني هو نفس اللوجو بس بيتبعت للأشخاص بس اللي عندهم الـ authorization ان هم او الحق ان هم يعملوا trainings ويدوا credits على trainings دي للـ BCBAs. فمينفعش انا مثلا معايا اللوجو تبعتلي اروح مثلا مديال BCBA تانية واقول لها اوكي انت ممكن تستعملي في شغلك، وهي ما تبقاش يعني ACE، ما تبقاش authorized continuing education certified. يعني طبعا اي شهادات بتطلع من البورد ما ينفعش ناخدها ونستعملها عنها بتاعتنا، credentials، designation، كل حاجات دي ما ينفعش. designations يعني basically ان البورد بتقول ان دي حاجتها هي، يعني مثلا في يوتيوب فيديوز بتعملها دلوقتي البورد عشان تفهمنا حاجات او تشرح لنا مثلا التراكينج، حاجة بنستعملوها اللي بيحاولوا يبقوا بي سي بيز عشان يعدوا الساعات بتاعتهم. ما ينفعش ناخد اليوتيوب فيديو ده ونقول ده بتاعي انا اللي عامله، لا، البورد هي اللي عامله. فانت ما ينفعش تاخد حاجة، يعني تعتبر سرقة انك تاخد حاجة تقول ان هي بتاعتك. فهو ده الفكرة بتاعت ايه، ان كل اللوجوز، كل الحاجات، الكريدنشلز، شهادات طالعة باسم البورد، وما ينفعش تاخدها تقول ان هي طالعة باسمي انا مثلا. بس بيدوا مثلا امثال التريد ماركس، سيرفيس ماركس، ريجستريشن ماركس، في حاجه محطوط لها ستامب، حاجه متسجله. يعني انت مثلا لما تبقى RBT يعني ريجستري بيهيفير تكنيشن، هتاخد شهاده. ما ينفعش تيجي مثلا تاخد الشهاده دي تحط عليها اسم واحد تاني وتديها له هو كمان بقى RBT كده من غير اي شغل اي حاجه. بس هي فكره تزوير، يعني هو ده اللي بيتكلموا عنه. طبعا تزوير دي حاجه ضد القانون، ف against البورد. وبرضو بيقول لك ما تستعملش لوجوس او حاجة شبه الحاجة بتاعت البورد. يعني ممكن تبقى انت عامل لوجو لنفسك بس هو شبه شوية اللوجو بتاع البي سي بي او مغير في حاجة صغيرة، فده برضو هم معتبرينه حاجة غلط. يعني مفعش تقول انا بس انا غيرت فيه، لا، ما تعملش اي حاجة شبهه. اوكي، عشان ده طبعا بيكونفيوز الناس او بيخليهم متلخبطين اللوجو ده بتاعك انت ولا بتاع البورد او الحاجة الشغل ده طالع منين. Okay. دي فكرة A. B. Copyrights to original and derivative works included but not limited to
BACB copyrights to standards, procedures, guidelines, codes, job task analysis, work group reports, surveys. يعني ايه الكلام ده؟ يعني copyrights. احنا كنا عارفين يعني كلمة copyright ان حد عامل حاجة انت مينفعش تاخدها وتستعملها في شغلك. زي مثلا ان الصور اللي على جوجل ليها copyrights. يعني انت الصور في منهم عليهم copyrights, فانت مينفعش تاخدهم تحطهم في البرزنتيشن بتاعك مثلا من غير permission بتاعت الشخص اللي حاططهم. اوكي, او تاخدهم وتقول ان هم بتوعك. اوكي, فهم بيتكلموا عن الحكاية دي. اي شهادات, اي documents محطوطة, اي codes ما ينفعش تحط تاخدها وتقول ان هي دي بتاعتك. اوكي, سي BACB copyrights to all BACB developed examination questions. دي حتة مهمة جدا. أي أسئلة في الامتحان لو أنت داخل RBT تاخد امتحان وفكرت سؤالين حطه في إني أنت فاكره بعد ما طلعت, ما ينفعش خالص إن أنت تشيرت مع حد. ما ينفعش تقول الكوشن ده جه في الامتحان. دي حاجة مش من حقك, لأنك بتاخد حاجة بتاعت البورد وبتديها الناس تانية. اوكي, item banks ده برضو فكرة لو انت بتعمل حاجات على الوسايد بتاعهم او البورد مطلع امتحانات practice امتحانات, مينفعش تاخد السؤال تحطه على فيسبوك مثلا تقول الناس الاجابة بتاعت السؤال ده. حصلت كتير على فيسبوك groups الناس كانت بتبقى بتراجع في حاجة معينة, يعني في website معين والسايت كاتب بوضوح انت مينفعش تستعمل الأسئلة دي عشان الحاجات دي بيبقوا هم دافعين فلوس عشان يدخلوا لها يقدروا يشوفوها. فالناس بقت تاخدها وتوزعها كده على الفيسبوك, ففي جروبس كتير بقت تمسح الأسئلة وتقول للناس إنه ما ينفعش تستعملوا الأسئلة دي publicly. نفس الفكرة, فاش تاخد امتحان RBT أو امتحان BCBA وتطلع تقول للناس على الأسئلة اللي جاتلك. اوكي, أو أي حاجة specific مكتوب examination specifics, يعني حاجات معينة في الامتحان. طبعا مش كاتبين ايه, بس تخيل اي حاجة في الامتحان ممكن انت تشوف انها بتاعت حد وانت تروح قايلها الناس تاني. طبعا فورمز, معرفش ازاي ممكن حد يجيب ورقة الامتحان نفسها ويوزعها, دي برضو ضد القانون بتاع بي سي بي. سكورينج شيتس, كل الحاجات دي ما ينفعش تاخدها وتوديها لحد. طبعا ما اعرفش ازاي ممكن حد يجيب سكورينج شيت. ممكن ناس تكون بتعمل ابيل ان هي شايفه ان مثلا الدرجه بتاعت امتحانها كانت غلط ولازم يراجعوها, وممكن يكونوا بيدوهم ريبورت بحاجه معينه فياخدوا الريبورت ده يدوه لناس تانية. انا طبعا I'm guessing, انا ما اعرفش اكيد, بس basically اي حاجه ليها دعوه بامتحان من طالع من البورد ما ينفعش ان انت تديله لناس تانية. اوكي, ده الجملة اللي بعديها. Prohibited from disclosing the content of any BACB examination materials regardless of how that content became known to them. يعني مش مهم انت عرفت توصله ازاي, ممنوع انت تدي لحد. وغالبا طبعا ممنوع انت توصله, بس for whatever reason لو انت وصلت للامتحان او ورقة الامتحان او حاجات عن الامتحان, طبعا مرفوض ان انت share it مع حد تاني. يقولك ال behavior analyst لازم يعملوا report للموضوع ده. لو حد معاه امتحان, لو حد بيدي سؤال فاكره من الامتحان, اي حاجة ليها دعوة بالامتحان اللي تعتبر حقوق للبورد وممتلكات البورد, لازم اي شخص يعرف حاجة زي كده حصلت يروح يبلغ البورد فورا. طبعا كان في كودز تانية لو حاجة حصل بيقولك حاولت يعني تحل المشكلة بهدوء, ولو ما تحلتش كلم البورد او كلم سوبرفايزر قبل ما تكلم البورد. في الحالة دي في الكود ده بيقولك لازم تكلم البورد فورا من غير اي يعني options تانية. ما ينفعش تحاول تحل المشكلة في حد مع حاجة مش مفروض تبقى معاه وبتاعة البورد او ممتلكات البورد, لازم تبلغ البورد فورا. حتى كاتبين efforts for informal resolution, يعني resolution يعني انت تحل المشكلة كده informally بينك وبين الناس, are waived. يعني مش يعني waived, يعني مش ملكش حق فيها due to the immediate reporting requirement of this section. السكشن ده او الكود بتاع الethics ده الوحيد
اللي طالبين منك، مفيش حاجة اسمها تحاول تحل المشكلة ما بينك وبين الشخص أو تقوله إنه ده غلط مثلا. يعني في حاجة تانية يعني كود ثانية كنا بنروح نقول للشخص بص اللي بتعمله ده غلط وقفه، ولما وقفه خلاص مش مفيش داعي انت تبلغ عنه البورد. لكن في السكشن ده مش هتروح تقول للشخص ده اللي بتعمله ده غلط، لأنه غالبا هيبقى عارف إنه غلط لأنه سارق حاجة من ممتلكات البورد وبيوزعها على الناس. فلازم في الحالة دي تقول للبورد، اللي هو حالة ان هو تلاقي ان حد بيعمل infringement، يعني واخد حاجة البورد وكتب عليها اسمه، او واخد اللوجو بتاع البورد وحطه على شغله، او واخد حاجات من الامتحان بيديها الناس تانية. اوكي، امتحان البورد، المثل اللي انا اخترته او اتكلمت عنه ان هو الناس كانت بتحط اسئلة على الفيسبوك من امتحانات ويب سايتس، ده البورد ملهاش دعوة، بس ده violation برضو او غلط، علشان الناس بتاعت الويب سايت او الشركة دي طالبة منك انت بتعملش كده. اوكي، هو لو حد عملك ريبورت للشركة هتبقى في مشكلة، لكن انا ما بقولش ان الناس تروح تبلغ عن حد حاطط سؤال على الفيسبوك، ما ينفعش يعني يكون حاطه للبورد، البورد ملهاش دعوة، الا طبعا لو السؤال ده كان جاي من امتحان directly، جاي من امتحان البورد هي اللي عاملاه، يعني دخل خد امتحان وخد من خد منه السؤال وحطه للناس كلها. بس سوري طولت عليكم. ده 10.3 او 10.03 اللي هو الكود اوف اثكس اللي مذكور في الار بي تي هاندبوك، بس مش بالكامل. هم طالبين منكم برضو ان تعرفوه بالكامل، بس هم غالبا ما حبوش يحطوه مرتين. اوكي، ثانك يو سو ماتش. عندكم اي اسئله ابعتوا لي، اعملوا سبسكريبشن اليوتيوب شانل لو انتوا انترستد تعرفوا حاجات اكتر عن ال RBT وعن الكوبر شابترز ABA stuff. Thank you. Bye.